ايه بقى الاخبار الخطيره اللي عندك يا اخ حسن؟ حضرتك عارف مصنع البلاستيك اللي في الطريق الصحراوي عندي كيلو 38؟ ايوه عارف. بكره الساعه 10:30 المصنع ده هيولع، النار هتشعل فيه. ومين بقى اللي هيولع يا اخ حسن؟ والله انا اللي اعرفه انه هيولع. انما مين بقى دي مهمه حضراتكم. السلام عليكم. استنى، عرفت ازاي ان المصنع هيولع؟ بلاش السؤال ده لاني مش هجاوب عليه. انا عرفت وتاكدت وخلاص، ومستعد اتحمل عقوبه البلاغ الكاذب وازعاج السلطات. لكن تسالني عرفت ازاي وقت حضرتك هيضيع وجهاز المصنع يتحرق واحنا لسه هنا قاعدين؟ واضح انك متعلم يا استاذ حسن. بكالوريوس تجاره. الوظيفه؟ عاطل. وعاطل ليه يا حسن؟ زي ناس كتير غيري، اصلا كنت كمان اشتغلت كام شغلانه كده وبعدين سبتهم، او بمعنى صح هم سابوني. كنت دايما اتخانق مع الرؤساء. ده انت مشاغب بقى. ده كان زمان في المدرسه. انما دلوقتي ومصلحتك ايه تبلغ الحريق؟ مصلحتي ايه؟ لما المصنع هيتحرق عدد العاطلين اللي زي حزيت 40 50 مليون جنيه هتاكلهم النار. شوف بقى المبلغ ده يفتح كام بيت والمدة قد ايه. وجاي حضرتك تقول لي مصلحتك ايه؟ يعني قلبك على مصلحة البلد. بالظبط كده. عرفت ازاي ان المصنع هيتحرق؟ لو قلت لك مش هتصدقني. قول وانا هصدقك. مش هتصدقني. جرب، مش هتخسر حاجة. عرفت ازاي ان المصنع هيتحرق؟ في الحلم. شفت في الحلم ان المصنع هيتحرق بكرة الساعة 10:30 بالليل. 10:30 بالظبط. ايوه يا فندم. حاضر يا فندم. ده انت سواري بقى يا ابو علي. قضية تسعيرة. وبتبيع ايه؟ انا لا عمري بعت ولا اشتريت. والدي اصله عنده دكان حلاقة صغير كده محندق، حتى الزبون يبقى جوه قفاه بره لا مؤاخذه. اتنين زباين محترمين بعد ما حلقوا وتوضوا قالوا له انت مش حاطط التسعيره ليه؟ اتضح انهم مباحث تموين. الحقيقه ابويا صعب عليا، شلت انا القضيه بداله. تصرف بني ادم شهم واصيل. الله يحفظك يا سعاده البين، الله يحفظك. يا ترى في حاجه تانية غير قضيه التسعيره؟ لا مفيش حاجه. الشعة سليمة الحمد لله. لا اخوان ولا شيوعي ولا متطرف ولا مزعل حزب الاغلبية في حاجة؟ لا مفيش حاجة مني خالص. ابيض. وزي الفل. طبعا الحمد لله. طب ممكن بقى اتكل على الله واروح انا؟ مع السلامة انت يا حسن. ممكن بعد اذنك العربية توصلني؟ للاسف راحت مشوار. خلاص اخد الاتوبيس. السلام عليكم. معلش امي مش فوق عشان كده مش قادره اقول لك اطلع شويه. ده احسن حاجه ان امك مش فوق. احسن حاجه ان امك مش فوق. وانا عايزين امك نعمل بيها ايه؟ دول انا اكل حسن.
انت راجع من الامن دوت دماغك بتلف ولا ايه؟ حلو بتلف كده. مين؟ مين ايه؟ بتعملوا ايه؟ احنا بنصلح. بنصلح ايه؟ بنصلح كهرباء. كهرباء؟ ايوه. ما تيجي تطلع فوق احسن بدل البهدله دي يا حسن. ده حتى فوق ممكن نتكلم كلام يخليك تجيبي عيل وامك ساعتها هتجوزك ليه غصب عني. ها يا نهاركم اسود، انتوا بتعملوا ايه؟ وكل واحد فرحه وجاي يقول لي نعمل ايه. بنعمل ايه؟ نعمل زي ما بتعمل انت كمان. بتعمل ايه انت هنا؟ نعمل بنصلح. صلح ايه؟ بنصلح الكهرباء برضه. كهرباء ايه؟ كهرباء بتاعت الكهرباء. كونين عليكم وعلى ايامكم الصدى وزمانكم الاكبر. على فكره انت راجع مش مظبوط، هما ضربوك على دماغك ولا ايه؟ تيجي نتكلم جد؟ يا ريت يا حسن. احنا نفسخ الخطوط. انا ما ينفعش ليك صدقيني. بس كان على 150 جنيه بتوع الشبكه انا كنت بيها عندكم 20 مره. انا اصلا ما ينفعش ليكي. انت معايا هتبقى زي البيت الواقف. صحيح. مش لازم اي حد يحس بوجودنا هنا. اطمن يا فندم مفيش اي شوشره. خميس وحج يا عم. احنا مالنا؟ العب العب. باين عليهم اهل العريس، ده باين عليهم للزباله، باين عليهم كده. We'll be right back.
فين حسن؟ فين يا عم بهنسي؟ حسن ده كله عشان حسن. معرفش. فين حسن يا عم بهنسي؟ معرفش. ازاي تبقى ابوه ما تعرفش هو فين؟ لا مؤاخذه حضرتك عندك اولاد؟ لا لا مؤاخذه حضرتك عندك اب؟ ايوه. لا مؤاخذه ابوك يعرف ابنه فين دلوقتي؟ اوه لا. خلاص لما ابوك يعرف ابنه فين انا كمان اعرف ابني فين. يا باشا انا شايفه بعناية خارج من الحارة لابس ومتأنتب زي عادته كل ليلة خميس وليلة حد. بيروح فين كل ليلة خميس وحد؟ الله اعلم يا باشا. وبيروح ساعة كام؟ مفيش حد بيشوفه وهو راجع، بس اكيد بيرجع لما القهوة تشطب وكل واحد يروح لحاله. اعملوا حسابكم ان اي محاولة للتضليل هتدفعوا تمنها غالي. يا باشا ربنا يكفينا شر الضلال. احنا نعرف كل حاجة عن حسن الا حكاية خروجه كل ليلة خميس وليلة حد لابس ومتأنتك. كل ليلة خميس وحد لابس ومتأنتك. لابس ومتأنتك. متأنتك ولابس. لابس ومتأنتك. متأنتك ولابس. لابس ومتأنتك. منتصر. ولابس. منتصر. انت معايا يا معتصم؟ ومتأنتك. هو مين ده يا معتصم اللي لابس ومتأنتك؟ الهدف لابس ومتأنتك يا فندم. قصدي اقول الشخص المطلوب يا فندم. جرى ايه يا معتصم؟ انت لسه ما جبتوش؟ ربنا يسهل ان شاء الله يا فندم. ده لسه سيادة؟ ايوه عارف عارف، معالي الوزير لسه قافل مع سيادتك. انا مش هرجع الادارة الا هو معايا يا فندم.